على راديو ميد. واصلين معكم مجازين على راديو ميد، تحية لكم من جديد. نبدأ بالأخبار كالعادة في نيوز اليوم. نيوز اليوم، نيوز اليوم. في الحمامات تم القبض على تلميذ بمركز تكوين مهني يروج أقراص مخدرة بمحيط المؤسسات التربوية، هذا اللي كشفت عليه الإدارة العامة للأمن الوطني، وتقول في إطار تصدي لكل مظاهر الجريمة خاصة في مجال ترويج المخدرات بمحيط المؤسسات التربوية. معلومات توفرت لدى الوحدات الأمنية التابعة لفرقة طريق العمومي بالحمامات مفادها تحوز نفر من مواليد 2002 تحديدا يدرس بمركز تكوين مهني بنابل على كمية من الأقراص المخدرة لينوي ترويجها بمحيط المؤسسات التربوية والجامعية بالجهة، بلاء الموضوع الأهمية اللازمة أمكن تحديد مكان تواجده وضبطه بجهة الحمامات، وبحوزته 45 قرص مخدر نوع اكستازي واثنين قطاع من مخدر زطلة، تم تقديمه رفقة المحجوز إلى مقر مركز الاستمرار بالحمامات لاتخاذ الإجراءات القانونية في شأنه بالتحري معه، واعترف بكل ما نسب إليه مضيفا أنه يتزود يعني بالمواد المخدرة من جهة سوسة من قبل طالب آخر بغاية ترويجها بمختلف الفئات الشبابية بمحيط المؤسسات التربوية بنابل. نيوز اليوم، نيوز اليوم. يلا مواصلين معك.